مشاهدي متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء وبالضبط من منطقة درب السلطان. القصة جد مأساوية. سجين سابق قضى من السجن 20 سنة. 20 سنة ماشي سهل، وكان السبب ديالو أنه دخل أنه يفك، وكانت الوفاة كيف قال هو على يديه. إذن حكم ب20 سنة قضاها في السجن. ولما خرج من السجن واحد السيدة حنات عليه، عطاتو فين يسكن، قضا في هذا المحل اللي كيتواجد بهذه العمارة هذه. حوالي 4 سنين، لكن السيدة وصل واحد الوقت اللي قالت له انا بغيت المحل ديالي. طرداته، خرجاته، لحت له حوايجو الزنقة. تفاصيل هذه الواقعة غادي يحكيها لنا هو مباشرة على قناة شوف تي في. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سي تامين، انت مباشرة على قناة شوف تي في. مرحبا. عاود لنا القصة ديالك، كيفاش توليتي حوايجك في الزنقة؟ السلام عليكم. بعد قبل كل شيء قدر الله ما شاء، قتل كيف قدر، قدر كيف قدر. كان الأخ ديالي في نيسان، أنا واحد الصابي، ودخلت وقع حادث أكسيدون، ضربت خطة وتحسبات عليا نفس. قضيت في عمري تقريبا 25 سنة باش تحكمت، درت تقريبا ضربت 20 سنة وخرجت، وعندي مصدر العيش جليز، كندير جليز البلدية في سيدي ساعة. 20 سنة قضيتيها في الحبس. دوزتها في الحبس، وكان عندي كبت في العمل، وكنت نجمع البقايا من الحبس كنت نصوب منها. عندنا ماديج وهادشي ديال العود والبطوات وهاد البيسي لي ساه. ملي خلصت من الحبس بغيت ندخل الصنعة ديالي، كان كيستغلني بنادم 3 شهور، شهر ونص، 15 يوم، 3000 ريال النهار. أنا كنت نصور 1000 درهم حتى 2000 درهم في النهار، كنت نصور عطش. فين كنتي كتصور؟ اش من بلاصة؟ تخدمت مع بالمليح، لا ميدي جليجي، خدمت مع الحاج براد. قبل ما تدخل السجن؟ قبل ما ندخل الحبس، السجن كنت نخدم مع جميع الصناعية بالمليح. بلا ما تذكر الاسماء، المهم في الحرفة ديال الزليج. الحرفة ديال الزليج، ملي خلصت لقيتها انقرضت شوية. الصناعة التقليدية ماتت، انحادفت، انعدمت. ودخلت انايا وتالي من خرجت داك الكبت اللي كان عندي كنجمع البقايا مع النجارة. كان واحد السيد الله يذكره بخير هو بدر الفقراء، ما كيبغيش يخلص عندي في الماكينة، كيعطيني البقايا ديال العود كيقطعهم ليا، تيقول لك اعطي 1000 فرانك 100 دريال على حساب الوقت. كنعاونو في الكهرباء. كنخدم بواحد البراكة في السطح ديال واحد السيدة الله يخلف عليها، ما غاديش دوزت معاها وقع تم مشكل، حتى هي قالت كتخوي لي المحل من حقها ديالها. خرجت للشارع، دابا انا على باب الضياع الشارع، كنبغي نخدم الزنقة، ما عنديش كهرباء، ما عندي والو، هذا هو اللي كاين. انت شنو كطلب دابا؟ وكنطلب انا فين كتبات وفين كتعيش من غير هاد السلعه اللي كنشوفو هنا؟ اجي معايا، انا عايش في الزنقه من غير هاد السلعه هادي اللي كنشوفو. انت كتعيش دابا هنا في الزنقه، حوايجك هنا في الزنقه. المنطقه ديالي وتعرضت للكريساج بلاتي بلاتي. بقى معايا، هادو 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 هادشي اللي كنتي كتخدم ياك، هادشي في الزنقه وحوايجك في الزنقه. واخا انت دابا كيفاش كتعيش؟ فين كطيب؟ فين كتبدل حوايجك؟ كندير خويا عيسى باني حانوت، الباطا ديال السردين، يلاه ما حدش الباطات كانوا عندي دابا عندنا، خبيزات باش كناكل سيلفيا كوكا. باش كتعيش؟ كنعيش بمصدر العيش ديطاي، كنبيع الكارو هو مصدر العيش ديالي. لا خلي مصدر العيش، خلي المادي. كيفاش كتعيش؟ فين كتبدل حوايجك؟ فين كنطلع الدار عند واحد الوالدة عندي، عندها شي 70 عام، عندها واحد خويا مريض مرض عقلي، وراه جالس معاه في البيت ديالو ما غارتاعش معاه. وهو انا خارج من سبيطار الحماق وغادي نوصل شي حاجه اللي ما غاديش تخش لها، وقع لي على خير وما كينعش، كيبقى يتفرج في البيت حتى للصباح، كيوقع لي الازعاج. اذا اختاريتي تعيش في الزنقه؟ اللهم يعيش في الزنقه، وكندير ليتر ديال الله والوطن والملك، ما كنديرش شي حاجه غلط، وكنطلب انا الكونترول في اي وقت في اي زمان، راه الناس كتعرفني. قلت لي مشيتي لمؤسسه اعاده ادماس السجناء، شنو داروا معك؟ اخويا شغنقول لكم ما خصهم يجيو عندي، عندك شي ديبلوم، عندك شي حاجه؟ انا خويا غير شهاده تقديريه، عاش قنيطره اللي دوزت فيها 20 سنه عطتني غير شهاده تقديريه، رمزان. انا عندي كبرياء، عندي عزه نفس، حق مكتسب ناخذه، 6 مليون هيبه ملكيه.
باقي ما توصلتش بها. بان كيضرب عاميه الحبس كيعطوه موطور، عطوه بسكليطه، قطع على هابط انايا، سيت الغدا ما كايناش فلانه، سيت فلان جيب ورقه من العادر، من خرجتي الحبس خرجتي منه، طلع القنيطره، راه مصروف. انت ما عندكش؟ وكنبلي كنكمل، سيجارو خصني كمايتي، خصني قهوه، خصني حليب، خصني هادي. كاين دراري كيتعاملوا معايا، واحد الدري الاخ ديالي مصطفى، كل مره يجي في بركه، كيعطيه الله يخلف عليه صديق الطفوله، كاين دراري اللي كيتعاملوا معايا، كيعاملوني. هو هذا هو اللي كاين. دابا انت شنو كطلب اخويا؟ وكنطلب من الجهه المسؤوله ولا شي ناس اللي كنعرف شي راجل في هذا الوطن يسترني. الله يستر في الدنيا والاخره، ما بغيت والو من الوطن. ما بغيت نقول لا هادي ولا هادي. الباسبور ديالي عندي، اوراقي عندي، لا راه الحبس. يرخصوا لي، يعطوني، يفتحوا لي شي حدود، يقول لي اخوي ونتنازل على هادشي مرحبا. لا كان عندي شي حق في الوطن يعطيه لي، وعاش الملك، وكندير لي ترضي الله والوطن والملك. وسيدي الله ينصرو. دابا 25 سنة كيبان لي الدراري ديال الدرب، الاخوان ديال الدرب مضامنين معاك. كاين شي واحد بغى يتكلم على هادشي؟ رياضي سبورتيف، كندير جميع المواهب، كنديرها، كندير الرياضة، كندير الكافراج، كندير كلشي. اجي اخويا موسى رياضي، انا عطيت الوطن الكثير. ها انت اخويا، ها عطيت الوطن الكثير، ها انا عطيت الوطن الكثير. ها يا قداش خلاني با، انا خوتي صغار، همي انا مصور في الحبس، اللي تصور في الحبس، ها هم انا وهشام الريقله، ها هما الدراري سعيد وفيصل والدراري صحابي في الحبس، هذه في الحبس، هذه في الحبس، هيا في الكارتي في مركزي شتيها، ها انا في الحبس، انا وسعيد. ها قداش خلانا بوحنا، انا وخايد ود البلديه، ها كابراج كندير جلي جي، عندي جميع المواهب. حاجه واحده ما تعلمتش لها هو السكي، اللي ما تعلمتش ليه مزيان. شكون اللي بغى يتكلم على الاخوان؟ انتم شتكم واحد المجموعه ديال الناس متضامنين معاه، شنو تقولوا لنا على هذا السيد؟ السلام عليكم. اول حاجه تنشكروا شوف تي في على هذه المبادره اللي ما تلقاوها في الصحف الاماميه. هذا خونا ما غاديش نقول لكم، ما نبقاوش نطولوا عليكم. هذا السيد كنا حداه صغار، قليل واقع، مشى تشد، ما كانتش النيه ديال هذاك الشيء، هذاك الشيء تيتقوى. جا السيد بحرفه ديالو بغى يخدم، نسى هذاك المأساة اللي داز كامله، جا بغى يخدم. حنا تنطلبوا من جلالة الملك باش هاد السيد يشوف فيه المبادرة ديال السجناء. ما تيطالب حتى شي حاجة، تيطالب بحقه، ما تطالبش بشي حاجة ولا هادي. والناس المحسنين ولا هادي، بان هاد السيد حتى هو راه ضرب واحد الفترة في السجن، كتبت عليه، خرج دابا الحمد لله، ولاد الدرب ولا هادي راه حداه، ما تيرضاش، دار بيعه وشريه ديال الديطاي. الديطاي ما بقى فيه والو، بان الساكه حتى هي تتبيع الديطاي، ماشي يصور، يصور 40 درهم 30 درهم، راه يلاه غياكلها. وتا هو مبلي، الله يحسن العوان. والوالدين ديالو تا هما، الوالده ديالو راه ضربات عليهم التماره ولا الخوت ديالهم. تنتمناو ان شاء الله هذا اللايف يوصل لكل شيء، ويوصل للواحد اللي تنشكره هو جلاله الملك. وشكرا، ونتمناو لكم دائما الصحة والسلام. اجي اخويا تفضل، شي كلمة أخيرة تفضل. كاين واحد الميساج اخر، السوق اللي وقع لي فيه مشكل، جات مبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عطوهم كرارس. الناس عندهم محلات تجارية، خذوا ثلاثة الكرارس خوت، كاين ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، ودلائل ملموسة. مشيت نهضر معك خاوي، مشيت عند النائب ديال القيت، هضرت معاه، قال لي فيك تيك اللي في قنيطرة، قال لي رجع لقنيطرة. هذا مسؤول يقول هاد الهضرة، هاد الميساج بغيت يوصل لصاحب الجلالة. كاين خاو انا شمن المقاطعه هذه؟ ها شمن المقاطعه؟ عبد الرسول الحفيده، القايد راجل، راجل قايد، راجل مزيان، لكن النائب ديالو استفزني وما رضيتش، وخويت السوق. وكاين تلاعبات، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، شلا ما يتقال راه لسان تقال، ونطوي الصفحه، هذاك الشيء وراه غنبقى نضغط بزاف. صافي، صيي صيي صيي. اذا كيف تابعتوا معنا اعزائنا المشاهدين ومتبعي قناه شوف تي في، كيف كنا كنتواجدوا بمنطقه درب السلطان. هذه مجموعه ديال الساكنه اللي كتضامن مع هذا السجين السابق، اللي كيطلب انه يلقى غير فين ينعس، يلقى فين يدخل داك السلع ديالو اللي كان كيعيش بها بحرفه ديالو. هو انه ولا كيدير هذا الشيء ديال الزخرفه وهذا الشيء ديال النجاره، ولكن من بعد ما كانت هذيك السيده استراتوا لمدة 4 سنين، دابا احتاجت هي كيف كيقول المحل ديالها، وخرجاتو من المحل. إذا من هذا المنبر، من بعد ما طلب هو المساعدة، نحن كطاقم شوف تيفي
كنطلبوا جميع المحسنين اللي بغى يتعاون مع السيد غادي ندوا الرقم ديالو غادي يولي يطلع كاول تعليق اللي بغى يساعدو. الى هنا ناتي على نهايه هذا المباشر. دمتم في رعايه الله. هذه الام ديالو قبل ما نقطعوا الام ديالو وصلات في هذا الاثناء. السلام عليكم شريفه، كي دايره لاله؟ خاصات معايا دابا في الحبس هذيك. الله يحسن العوان. صافي طاحوا. صافي صافي. مالك اميمتي؟ صافي بخير بخير. وهذا راجل بدراعه. الله يحسن الحال والله يحسن الحسابي. والله يدير الحساب. عاودي لنا اميمتي كيفاش كنتي كتكرفسي ملي كان مسجون؟ انا كنت في الراسه كنعوز في الراسه. 76 يا حسن ارمان. سبحان الله راينا هذا ديال الزرقاء ديال المرش. وكنضربها كامل. وكندير العود القنيطرة، شد ليا ودير العود القنيطرة، وديت دوليو، ما خليت ما كندي، لا ما نفط بطريقة، لا ما نجري، وما الله تعال بالقيس ليا، والحمد لله تخرج، ما لقيت ليه جيت، ما لقيت ليه جيت سويت. طيب أنت شنو بغيتي لوليدك؟ شنو بغيتي؟ بغيت يخدم، وبغيت يدير وليدات، وبغيت يدير المستقبل ديالو، وبغيت يشوف أنا معايا. ما مجوش، ما عندوش وليدات. ما مجوش، ما والو. بغيتي تشوف ولادو. أييه وليدي ما عنديش باش طعمي وباش نهز. عبرت انا ياك وعندي ولد حتى عنده العصب وعنده مريض ليا وفين عنده الدراسية طاحوا الكتاب وطاحوا لي ما بقاش عندي صحة سويت الله عليك يا عمي. شنو نداء المحسنين الشريفة باش يعاونوا ولدك؟ شنو بغيتي تقول؟ الله يرحم الله تعالى هاد الناس شوفوا من حالي ومن حالهم الله يرحم الله تعالى يحجي باش يرزيق وتا هو يعطي ربي باش يكون هاد الولد باش تا هو اللي يدير المستقبل ديالو وشوفت انا قدامي. وداشي راجل كنا فين نعس. كيفاش داير معاك المعاملة هو؟ كيفاش كيتعامل معاك؟ مرضي؟ أخيرا مرضي الدنيا ولادي كاع مرضي الدنيا وأخير. بغيتهم ما يتخصوش. بغيتهم ما يضروش. أنا مرضية ومهلية. هادشي القسم الله تعالى. هادشي كتب الله وليد. ماشي مساخيد ولا شي حاجة خايبة. ما يسافروا ما تيخونوا ما كيديروا حتى شي حاجه سوى العلم اللي بغيت ولا مع داك الدراري من الايده امي يقول الاخبار ديالك كبرنا الصغار الحمد لله بوقتي فات وشريفه في الزنقه خرج مع الجوج خرج مع الثلاثه خرج مع الربعه ديما انا كان لي شي مع ما شي حاجه تصرفت لي خير وهذا القادر كتب هذا الوليد وصرف صرفوا عليه وتا خرج شفته بعينيا الحمد لله وشكر الله يعني هو العلم اللي ما عنده شيء باش باش يكون راسه. زينا بالرضا. انا راضي عليه دنيا واخره. مش راسي براسي امي، ماشي ما عنديش، عندي دراعي ومش راسي براسي. مازال بغيت شي حاجه الله بغى الله شي حاجه تنصليها نصليها. ان شاء الله. بغيت غنستر على البر. وشوف الاخ ما وريتش واحد العيبه شوقعت ليا. تعرضت لكريساج. درنا ندكريسا ها انت تهرس فيا موس في راسي كون ما كنتش متريني كقتلوني دونك شوف هذيك الضربه هذا الشيء حيت كنتي كتبات في الزنقه وكون ما كنتش متريني ثلاثه كون ما كنتش متريني كان غيقتلوني عطاني الله واحد الطاقه الحمد لله وكان حمد الله واخا هرستها في الحبس وهرستها في الكاروب إذا كيف تابعتوا معنا أعزائنا المشاهدين ومتابعي قناة شوف تيفي هذه المأساة ديال هذا السجين السابق كنتمنى من المساعدين قبل الختم مازال ولاد الحي لأنه محبوب في هذا الحي واحد من أبناء الحي بغى يتكلم عليه شي عندنا خويا تفضل السلام عليكم خوشكم السلام تفضل كتشوفوا معنا هاد الحالة كتشمئز لها القلوب الله يشوف من حالهم السيد كنطلب من المسؤولين المسؤولات يشوفوا من هاد الناس الله اللي عالمهم الله اللي عالمهم شنو كتعرف على هاد السيد شنو كتعرف عليه؟ ها الخير والإحسان مش من ظريف معكم الله يعمر هذا مسكين جا واحد دمين شوف الله اللي عالم الله يشوف من حاله وهاد الشيء اللي كنطالبوا من المسؤولين وجلالة الملك يتدخل في حق السيد هو السيد الله يجازيكم يا خير شكرا شكرا إذا بهذا النداء نأتي على نهاية هذا المباشر وقبل ذلك مازال واحد السيد بغى يتكلم عاوتاني فين هو؟ اجي عندي زيد عندي يا شريف
السلام عليكم. زيد تفضل كتعرف هذا السيد؟ اه كنعرف. شنو بغيتي تقول عليه؟ اش قدامك؟ السلام عليكم. تفضل. احترامي جميعا. تعيش فكرة. لا ما خويش بغيت تسولني علاش؟ هذا السيد هذا شنو كتعرف عليه؟ كنعرف على خير هذا السيد. ود الناس ود عائلة كبيرة. هذه أول حاجة. صعب واحد المشكل. من هذا الاسم ديال هذا المشكل. إن الله غفور رحيم. وتنازل الدري على المشكل ديالو. كما كنقولوا باللغة ديال الزنقة العربية وكما احتراماتي. تنازل المستحقات ديالو. والبوندولا قلبة بالعربية. أو مسكين شاد كارطة ديال الديطاي. وهذا اللي كتحقروا نتوما كيصنع شي حاجة ما كيصنعش واحد قاري. تقدر تطيح هاد الكرسي. هاد الكرسي طيليه يصنع منه حاجة أخرى. يبقى كرسي ويصنع منه حاجة أخرى. بهاد الكرسي. حكم التجربة ديالي أنا اللي كنعرف عليه. وكنمشي مواطن مغربي يصير يدير البلاد هذا هو الأول. معاهم كتعاونوا نتوما. معاهم كتعاونوا. مع ديك القايدة كدير اللايفات. كتعاونوا معايا. شوف خويا خويا دابا حنا ما كنجبدوش القايده هذوك. حنا كنهضروا على هذا السيد. اذا نعتذر ان مشاهدي متبعي قناه شوف تي في الى هنا ناتي على نهايه هذا المباشر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.